المصري بشعور بنتائج وتأثيرات إصلاح الاقتصاد؟ المواطن هيحس بنتائج لما يلاقي فرص عمل حقيقيه. المواطن بيحس بقى بالفرص العمل دي امتى؟ لما يلاقي في محفزات او حوافز استثمار موجوده للقطاع الخاص، لما يبقى في حوافز استثمار للشركات الجديده، ان مثلا الشركات الجديده تاخد اعفاء من الضرائب لمده 3 سنين، لما يحصل تخفيض لفائده البنك المركزي، لما يلاقي المواطن في مثلا طرح 1 مليون فدان او 2 مليون فدان جديده مخصصه زراعي، لما المواطن يلاقي مدن سكنيه ومدن صناعيه ومدن تجاريه جديده، لما المواطن يلاقي انشاء مواني جديده واجراءات التصدير سهله جدا. لما المواطن نقول له ان كل واحد هيشتغل في الصناعه هياخد اعفاء واللي هيشتغل في التصدير هياخد اعفاء، فالمواطن هيفرح وهيشتغل ليل ونهار. ساعتها لو رفعنا عليه سعر البنزين ووصلناه 5 جنيه مش هيتعب ومش هيشتكي ومش هيتكلم. يعني احنا المفروض ان احنا نعمل ايه؟ نوفر فرص عمل وبعدين نبقى نشيل الدعم، لكن هم عملوا ايه؟ هم لاخوا الدعم ولسه ما وفروش فرص عمل، فاكيد المواطن هيكون زعلان. شكرا جزيلا للسيد عمر علي الخبير الاقتصادي. اتحول الى السيد عبد الصمد. سيد عبد الصمد، يعني من الواضح ان المواطن المصري ساخط كما ذكرت في بدايه تحليل المشهد، ردود فعل ساخنه، حتى ان سائقين التاكسيات يعني قاموا بعمل تظاهره امام الاتحاديه. لو استمر ردود فعل الشارع المصري في مستوى السخونه، كيف تتوقع الشارع المصري بعد ايام قليله في حين استمرت الحكومه بتنفيذ هذه القرارات ولم ترجع عنها؟ انا لا اؤيد ان يخرج كل محتاج او عنده ظرف معين او ردود فعل فئويه، ردود فعل عامه من سائق التاكسيات او غيره. احنا يعني زي ما قلت مفيش حد له مصلحه ان ضايق سواء تاكسي ولا ضايق راكب ولا ضايق مواطن، لكنه امر خلاص حدث، وان احنا لازم نتعامل معاه بشكل مش من رد الفعل الغاضب، لكن لازم يكون لنا رد فعل فاهم ونتحول من الغضب الى الفهم، والا ان احنا بنخاطب الحكومه المصريه ونخاطب الناس بعقل. وانا مش معها في كل حد يحصل له حاجه يعمل رد فعل مش مظبوط. انا عايز الشارع ينتظم، عايز مصر تنتظم، عايز المواطن يحب بلده. وزمان عبد الناصر طلع للناس وقال اللي بياكل رغيف ياكل نص رغيف، والناس سمعت الكلام. احتاجنا وعانينا، ولكن عبرنا بمصر الى مصانع، الى تصنيع ثقيل في ذلك الوقت، الى استصلاح اراضي في ذلك الوقت، الى تطور، ونما فينا حب مصر وحب كرامه مصر والمصريين. لكن ده لا يعني ان احنا نغفل كيف يعاني الشعب. وانا بطالب الحكومه وبطالب الرئاسه انها مش تعيد نظر. خلاص الامر نفذ، ولكن ردود افعال المواطن مش بغضب، ولكن هو محتاج ايه انا احاول اساعده بيه، هو محتاج ايه احل عشان احل مشكلته، مش ان انا مستني غضب في الشوارع لان ما حدش زود الاسعار بمزاجه. وما فيش احن على مصر من حكومه مصر ولا من رئيس مصر. صح. ده انا متاكد منه. صح. ما عنديش ادنى شك في كده، ولكن علينا ان يكون الحب متبادل. وان احنا نلتمس لبعض الاعذار ونتعاون، ويا حكومه خلي بالك من الشعب المصري الغلبان، خلي بالك من العامل اللي بيئن. احنا في رمضان كل سنه وانت طيب يا حكومه، كل سنه وانت طيب يا ريس، ومصر محتاجه حنانك وحنان الحكومه المصريه، وخصوصا المواطن البسيط في الشعب المصري. كلام صحيح، شكرا جزيلا في ختام هذا المشهد للسيد عبد الصمد سليمان الوزير المفوض لمنظمه الشعوب والبرلمانات العربيه. ايضا الشكر موصول للسيد محمود الشناوي مدير تحرير وكاله انباء الشرق الاوسط، شكرا جزيلا لكما. مشاهدينا وصلنا بكم الى ختام حلقه اليوم من استوديو الحدث.